لك ايه؟ ايه؟ هو العيلة فين هو والعيال؟ عند حسان يا اختي هو والعيال. طب والعيال كويسين؟ كويسين وبخير كمان. الحمد لله. العافية يا ست. العوافي. فاطمة. نعم. استنى عشان عايزاكي. حنان اطلعي شوفي فوق الضيفة عايزة حاجة ولا لأ. وما ترجعيش هنا لما اندهلك. حاضر. حنان كانت قالت لي مرة إن أنتي عايزة تشتغلي. إيه رأيك تشتغلي عندي؟ لا يا ست. الكلام ده كان زمان. لكن دلوقتي أنا مش عايزة أشتغل خالص. هو أنتي صحيح يا فاطمة اتطلقتي من أبو العلا؟ ما تأخذنيش يعني يا ست في دي الكلمة. بس انت يعني يهمك في ايه؟ يا بنت اتكلمي. ها العمدة عتمان مش كده؟ فضتك بعافية. استني هنا يا بنت، محدش هيعرف مصلحتك قدي. انت اللي بيحصل لك ده يا فاطمة حصل لي قبل كده. تقصدي ايه يا ست؟ هو انت نسيتي ان انا قلتلك ليه اتفشت من البلد ورجعت لها تاني؟ نسيتي ولا ايه يا فاطمه؟ بس انا غيرك. غيرك يا ست. انت مش فاهمه حاجه يا فاطمه ولا عمرك هتفهمي. بس يا حبيبتي لو ما فهمتيش هتخسري كتير قوي وتتعبي كتير قوي. انت عايزه تفهميني انك بتحبيني وخايفه على مصلحتي وكده؟ عايزه الحق؟ انا كنت بكرهك لحد امبارح. لحد ما عرفت ان انت طلقتي من ابو العيله. اه اصلا انا يا فاطمه بحب ابو العيله من زمان وكنت مستخسره فيكي. بس خلاص بعد ما سبتيه ما عادش فيه لزوم اكرهك. كده؟ عيني عينك؟ يا عينك القوية. طب ما انت يا بنت العمدة بيحبك. بس أنا بقى ما عملت ازاي العمدة؟ عارفة ليه؟ ليه؟ عشان جربت الظلم. وما بحبش أظلم حد. لما هو باين باين. وانا مش قلتلك ان انا ما باخدش حاجه بالغصب؟ واللي بيمشي على اللي انا رسمه له بيبقى بمزاجه. هو ده بقى الفرق ما بيني وما بين العمده. انا يا فاطمه جايباكي هنا عشان اقول لك كلمتين يوحوكي. انت يا فاطمه بالنسبه للعمده نازله وهتنطفي في يوم من الايام. العمده يا بنت متجنن عليكي ومتشعب. بس انت استعصيتي وقلتي لا جدع. بس يوم ما تبقي في ايده وتحت طوعه هيبقى خلاص ما حدش ليكي لازمه عنده. الناس اللي بتشتمك عشان سبتي ابو العيله واللي بتلعن ابو العيله وبتقول عليه مش راجل، بكره لما تتجوزي العمده محدش هيستجرى يجيب سيرتك. عارفه ليه؟ عشان هتبقي مرات العمده. الايد القويه اللي بتقطع لسان اي حد يجيب سيرتها او يتكلم عليها كلمه او يجيب سيره بيته او مراته. وساعتها يا فاطمه هتقلعي مداسك وتضربي اكبر راس فيك يا كفر. ومحدش ابدا هيستجرى يرفع عينه فيكي يا مرات العمد يا فاطمة. بس أنا لا يمكن أعمل كده أبدا. ناس البلد دول لو كانوا أهل ورجالة بصحيح كانت البلد تتقلب لما العمدة يطلق واحدة من جوزها ويتجوزها هو. ايوه شفت
وعرفت. ولسه هتشوفي يا حبيبتي. بقولك يا فاطمة، أنا عاملة نادر النهاردة، تعالي يا حبيبتي عشان تشوفي بعينيكي اللي بيحرك البلد دي وناسها، واللي بيخليهم يتكلموا، واللي بيخليهم يتخرسوا. تقدري تمشي يا فاطمة. صلاة النبي أحسن. مين دي؟ دي بنت غلبانة وفقيرة من البلد. غلبانة مين يا هبلة؟ دي بسبوسة وهريسة وسمنة بلدي. لا لا، شيل اللي في دماغك ده خالص. البنت متجوزة ومخلفة. يا خسارة. بقول لك ايه؟ ملهاش اخوات بنات. روحي يا هنانة ملنا قهوة. طب تعمل ايه عندك يا علواه؟ بقيس الارض زي ما انت شايف يا عتمان. اثبت يا جدع التوهو، تخش في مكانك ولا حركه. انت مش واخد بالك ان انت واقف في ارضي ولا ايه؟ ارضك؟ تقصد ارض ابويا وابوك يا عتمان. ايه ايه؟ احنا مش هنخلص بقى من الموال دي. يبقى تجيب الاوراق اللي بتقول ان ابويا كتب لك الارض، وساعتها يا سيدي هخدم مع الفلاحين لاجل خاطر اخوي. والله وطلع لك لسان وبقيت بتعرف تتكلم. ماشي يا اخوي، سهل. بكره اجيب لك الاوراق تتفرج عليها وتتملى منها وتقراها كمان. واخدها لاجل ما اتاكد كمان ان هي مظبوط وما فيهاش لا نقيصه ولا لعب. انت واد اتجننت؟ بتشكك في ذمتي؟ قصدك تقول يعني انني زورت الورق عشان اكل حقك؟ افهم زي ما تفهم، بس انا من حق اعرف ان كان ابويا كتب لك الارض، صح ولا لا؟ وبعدين يعني انت ايه اللي يخليك قلقان اذا كان هو كتب لك الارض؟ ساعتها بقى يا سيدي انا اللي هبقى معيوب وانت الراجل الشريف الكريم. انت يا غفير كامل، قوم ارجلك يا عم. تقف هنا تعمر البندقيه وتستعد لترقيد اي جته، وتقف على راس الارض هنا. اي حد، شوف كلمه اي حد دي، مهما كان هو مين، اي حد يهوب ناحيه الارض دي تحذره مره، والتانيه التالته تحذروا الرابعة، وبعدين تضرب في المليان على طول، تضرب ميري واميري. يبقى القانون والميري بيننا بقى يا عتمان. انا قانون يا اخوي. اياكش تكون فاكر ان الموضوع كده خلص. شويه الغفر دول تخوف بيهم اي حد تاني في الكف، ولا تشتري المندوه اللي ذمته اوسع من ذمتك. انا خلاص عزمت اخد حقي وهاخده يا عتمان. ما تتقي شر احسن يا علوان. شرك ما خلاص لطيني، ولا اياكش تكون ناسي. حقي واديك خدته، وهبتي قدام الناس راحت من ساعة ما كفك علم على وشي. فاضل ايه تاني بقى من شرك يا عتمان؟ شوف يا علوان، اهو انت اخويا ابن امي وابويا صحيح، لكن انت ما تعرفش ايتها حاجة عن شري. انا يا واد ممكن اعمل معاك حاجات عمرها ما تيجي في خيالك ولا دماغك تتصورها. رب عيالك احسن يا علوان. اني ما احبش وجع الدماغ كل ساعة والتاني، واني ما احبش حد يمد ايده على حاجه تخصني، واني اللي يعمل عليا نفر ادفنه مكانه حتى لو كان ابويا. فهمني يا علوان. انا خلاص ابتديت يا عتمان وهكمل.